السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حياكم الله متابعينا الأعزاء في قناة فريق حارق مارق. معكم الشيف أبو شهد، عضو حارق مارق. اليوم بقدم لكم طبق البرياني، طبق برياني الدجاج على أصول الهندية. طبعا بعد أن خضت أكثر من تجربة في مختلف أنواع البرياني الهندي، لأن يختلف البرياني عندهم الشمال عن الوسط عن الجنوب، فأترككم الآن مع الخلاصة ومع المقادير. أنتم شايفين عندنا هنا 2 علبة زبادي، وهذا طبعا صفار زعفران وصفار آخر لون ثاني مثل البرتقالي أو الأحمر، وعندنا هنا كمية من الثوم، وهذا بهارات عدلة طبعا، هيل وقرفة ومسمار، جزء منها ينحط زي ما هو عدل، والنص الآخر لازم يطحن. هنا طبعا عندنا الكزبرة الخضراء، وهنا عندنا النعناع، ملح، وهنا عندنا الزنجبيل، وعندنا هنا شرائح بصل بنقليها بعدين في الزيت على أساس نستخدمها في الخلطة، وهنا عندنا دجاج مقطع زي ما انتم شايفين يعني القطع مناسبة، وعندنا هنا رز بسمتي أو أي نوع ثاني، بوكاس. المقادير طبعا، هل الوجبة هذه معدة تقريبا فيها 2 كاستين رز هذا الآن اللي احنا شايفينه، يعني يغطي لحد 4 أشخاص. طبعا نصف كوب زيت يستخدم بعدين أثناء الخلطة. طبعا الخطوة الأولى الآن نستخدم نسلق الدجاج، نسلق في موية ونضيف عليه البهارات العدلة طبعا، الهيل والقرفة والمسمار والكمون، نضيفه عليه ويطبخ الدجاج لحد ما يستوي. طبعا الآن أنا بقوم بطبخ الدجاج، ومن ثم إذا استوى الدجاج برجع لكم ونصور الدجاج هو مستوي، ومن ثم نكمل الخطوة الأخرى. هذا الدجاج قاعدين نسلقه الآن تقريبا على لحظاته الأخيرة، ما ينضج ونقوم احنا نشيل الدجاج ونحطه في قدر على جنب ونكب الموية، أو إذا تبغون بعدين تسلقون فيها الرز، لأن الرز بعد شوي ندخل على خطوة سلق الرز وحنوريكم. طبعا هنا طبعا هذا الدجاج استوى الآن، نقوم بنزع الدجاج وضعه في غضارة مثلا مثل هذه، الآن طبعا جينا الخطوة الثانية اللي هي سلق الرز، نضيف كمية ماء على الرز، ما ودنا نزود الموية، ما ودنا انها تكثر، الموية ما ودنا انها تكثر، يعني يا دوب غطيناه، نضيف شوية ملح، طبعا على حسب الرغبة في إضافة الآجي، يعني في ناس تحب الآجي في ناس ما تحب الآجي، احنا نستخدم آجي قليل جدا على أساس انه معزز للنكهة. والآن نسلق الرز. الآن جينا في خطوة قلي البصل، طبعا حنقلي البصل لحد ما يتحمر، والبصل هذا حنستخدمه في الخلطة على الدجاج هنا، ومن ثم نضيف عليه المقادير الأولى، ونصه الثاني حنستخدمه للتزيين فوق الرز. يعني الآن ننتظر لحد ما يتحمر البصل، ومن ثم نأتيكم في الخطوة اللي بعد هذه اللي هي تقريبا قبل النهائية، اللي هي خلط المقادير على الدجاج. درجة تحمير البصل بيكون بهالشكل. الآن بعد شوي حنبدأ بالخطوة الثانية اللي هي تجميع المقادير على الدجاج في الغضارة اللي هي الخلطة نسميها، ومن ثم نوافيكم بعد شوي. الخلطة، تجهيز الخلطة اللي هو زي ما انتم شايفين الدجاج الأول اللي سلقناه، ونضيف عليه المقادير الموجودة هنا، هذه علبة الزبادي الثانية،
عليه البهارات اللي قلنا اول حب حطيناه للسلق والباقي استخدمناه طحناه. نضيف الزنجبيل ثم نضيف الثوم بعدين نضيف النعناع، وهذا النعناع له تأثير في الطبخة شيء غير طبيعي. ونضيف الكزبرة، الكزبرة الخضراء، ونضيف نص البصل اللي حمرناه أول. طبعا بالنسبة لموية الورد على حسب الرغبة، يعني في ناس تحب موية الورد في ناس ما يضيفونها، أنا أضيف قليل من موية الورد. ونص الكوب الزيت، وآخر شيء نضيف نص الكوب الزيت. بعد إضافة نص كوب الزيت نقوم بخلط مكونات الخلطة. زي ما انتم شايفين نتركها يعني لمدة 5 إلى 10 دقائق تتسبك مع بعض. عادي تبغى تحطها في الثلاجة، تبغى تحطها برا، عادي ما تفرق. 10 دقائق تتسبك مع بعض، ومن ثم الآن بعد شوي نضيفها في القدر النهائي حق الطبخة مع الرز. بعد شوي ننتقل للخطوة النهائية. الآن نضيف الخلطة في قدر زي ما انتم شايفين كثير، ونقوم نضيف عليها الرز. نوزع الرز بهالطريقة. نجهز، نضيف طبعا الآن الألوان بالنسبة لصفار الزعفران، كمية بسيطة، ونضيف الآن اللون الآن زي ما انتم شايفين وضعنا الخلطة تحت اللي هي الدجاج والمقادير معها، ونص كوب الزيت، وأضفنا الرز عليها بالتساوي، ومن ثم أضفنا الألوان لون صفار الزعفران واللون البرتقالي. نضيف الآن كمية البصل المتبقية على وجه الرز، ومن ثم نغطيه بعد شوي ونتركه على نار هادية لمدة 40 دقيقة. طبعا هذا شكل الطبخ النهائي اللي هو برياني الدجاج الهندي، وبالهنا والشفاء.